وزارة التربية قلت فتحت موقعا خاصا بالتسجيلات لمسابقات التوظيف بالقطاع. عن هذا الموضوع توجد معي عبر الهاتف من فروم الإذاعة موفد التلفزيون النهار ليليا داود، إن كنت تسمعينني، ما الجديد بخصوص هذا الموضوع؟ نعم زميلي ناصر، نحن الآن متواجدون في فروم الإذاعة الوطنية، أين أعلنت وزيرة التربية السيدة نورية بن غبريط قبل قليل عن فتح مسابقة التوظيف ل 19262 منصب شغل جديد لسلك الأساتذة في الأطوار الثلاث. ويجدر أيضا زميلي الذكر أن المسابقة ستتم على أساس دراسة الملفات، والتي سيفتح الباب لوضعها يوم 22 من شهر أبريل الحالي إلى غاية 12 ماي. طيب بعد ذلك مقابلة للمترشحين المقبولة ملفاتهم يوم 27 من ماي. طيب عدد المناصب المفتوحة لليائين إن كان بحوزتك؟ نعم قلت سبقت وقلته حسب الأطوار أقصد. الأطوار شكرا، الأطوار الابتدائي 9012 منصب شغل. الطور بالنسبة للطور المتوسط 6850 منصب، والطور الثانوي 3404 منصب شغل جديد. طيب بالنسبة للتخصصات ليليا التي أدرجت، إن أدرجت تخصصات جديدة؟ نعم زميلي، الجديد هذه السنة أنه قامت وزارة التربية الوطنية بتوسيع قائمة التخصصات، وتم فتح 18 تخصص جديد للسماح لخريجي الجامعات الجدد بمناصب شغل جديدة. نعم، طيب ليليا أنت متواجدة الآن بفروم الإذاعة، هل من تصريحات ربما قالتها الوزيرة بخصوص امتحانات نهاية السنة أو ما شابه ذلك؟ امتحانات شهادة البكالوريا، وحيث الوزيرة تطمئن المقبلين على الشهادة وتقول أنه سوف يتم وضع الدروس التي تم دراستها، لن يكون هناك أي درس لم يسبق ولم يدرسه. نعم شكرا لك ليليا، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شكرا.